أعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي، أهلا ومرحبا بكم يا شباب. وإن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض حلقة جميلة وجديدة في مادة شيقة جدا وممتعة بالنسبة لكم، مادة تكنولوجيا التحكم المبرمج لأبنائي أبناء الصف الثالث تخصص ميكانيكا صيانة وإصلاح. أهلا حبايبي، النهاردة إن شاء الله حلقتنا هتدور حول بعض المعلومات الأساسية عن التحكم المنطقي المبرمج وفائدة هذا التكنولوجيا في الماكينات والصناعة في الوقت الحالي في السوق بتاعنا. دلوقتي هنبقى مع بعض كده على شاشتنا الجميلة ونعرف يعني ايه تحكم منطقي مبرمج، ويعني ايه وحدة منطقية، وازاي ان انا اقدر ان انا اخلي المكنة بتاعتي تعمل بالوحدات المنطقية او اللوجيك بروجرامابل كنترول. تمام، مع بعضينا كده احنا هنشوف شاشتنا تعرض لنا ايه. اول حاجة الشاشة بتقول لنا ان التحكم المنطقي المبرمج ده عبارة عن حاجة اسمها البروجرامابل لوجيك كنترول، يعني البي ال سي. البي ال سي معناه ايه؟ معناه ان انا علشان اقدر ان انا اشغل محرك او اشغل سير لخط انتاج او اشغل مضخة او انور لمبة او اشغل ماكينة تعمل بالتحكم الرقمي، كل هذا بقى يستدعي لي ان لازم يكون فيه جهاز كمبيوتر متصل بهذه الماكينات او الخارج بتاعي علشان اقدر اعمل برنامج، وبالتالي اقدر اتحكم في تشغيل المنظومة بتاعتي عن طريق لغة المنطق او اللوجيك كنترول، يعني بلغة البرمجة، يعني لغة الايه البرمجة. يبقى احنا مادتنا الجميلة هي عبارة عن حاجة اسمها البروجرامابل لوجيك كنترول، تحكم المنطقي المبرمج. اختصاره ايه يا ميس؟ هو اختصاره البي اللي هي اختصار لكلمة بروجرامابل، واللوجيك هناخد منها حرف ال، والكنترول هناخد منها حرف السي، يبقى اسم المادة بتاعتنا البي ال سي. طيب المادة دي هتفيدنا في ايه مس؟ احنا دلوقتي لما جينا درسنا مادة زي سي ان سي، عرفنا ان المادة ديت او المكان ده بيعمل عن طريق وحدة تحكم. الوحدة ديت علشان تشتغل يا ولاد بتشتغل بلغة اسمها اللغة المنطقية. يعني ايه اللغة المنطقية؟ يعني الزيرو والوان اللي الكهرباء بتعرفها، واللي هي بتترجم لحركات تبدأ المنظومة بتاعتي تتحرك وتشتغل بيها. يبقى انا عندي لغة البرمجة بتتحول للغة إشارة زيرو وان اللي هي لغة الكهرباء اللي بتبدأ تحرك لي المواتير وتحرك لي أجزاء المكنة وتبدأ تحول لي البرنامج لحركات أقدر من خلالها أشغل المكن بتاعي، أقدر من خلالها أحرك مواتير، أقدر من خلالها أولع لمبات، أقدر من خلالها أشغل خطوط إنتاج في المصانع وأشغل مكن يعمل باستخدام البرمجة. المادة بتاعتنا هي أساس تحويل كل المكن وكل خطوط الإنتاج إلى خط أوتوماتيك. إلى خط إيه؟ أوتوماتيك. المادة بتاعتنا الشيقة الجميلة دي بنسميها البروجرامابل لوجيك كنترول بي ال سي. يلا بقى مع بعضينا نشوف يعني إيه وحدة منطقية، يعني إيه اللي بتقولوا لنا عليها دي وحدة البرمجة دي يا ولاد، اسمها الوحدة المنطقية. طيب نبدأ بقى نشوف يعني ايه وحدة منطقية ونبدأ نناقش مع بعض هذا المصطلح مع بعضينا شباب. على الشاشة، الشاشة بتاعتنا هتبدأ تعرض لنا التحكم المنطقي المبرمج. قال لي تعريف الوحدة المنطقية المبرمجة، بتعرف الوحدة المنطقية المبرمجة على انها جهاز الكتروني رقمي يستخدم فيه ذاكرة، الذاكرة دي قابلة للبرمجة لتخزين تعليمات. ايه بقى التعليمات اللي هخزنها في الذاكرة بتاعت الوحدة ديت علشان المعلومات دي تبدأ تشغل لي المكن بتاعي؟ قال لي هتخزني فيها، عندك استطاعة ان انت تخزني فيها معلومات منطقية، يعني معلومات عن فتح وقفل ايه الاجزاء الكهربية.
معلومات تتابعية، يعني عن طريق ان انت تقدري تحطي سيكونس معين تمشي بيه العمليات بتاعتك بترتيب معين. بترتيب ايه يا شباب؟ معين. كمان نقدر ان احنا نخزن اوقات لكل عملية، يعني نحط لكل عملية وقت ايه؟ وقت معين. يبقى انا دلوقتي الوحدة المنطقية اللي هي هقدر من خلالها اقول ان هي دي الذاكرة بتاعتي، الذاكرة دي هي اللي هتشغل لي خط الانتاج، وهي اللي هتشغل لي المكنة بتاعتي. الذاكرة دي انا ممكن احط فيها ايه عشان اقدر اشغل منظومة عندي او خطوط انتاج او مكن يعمل بالبرمجة؟ قال لي انت هتحتاجي لتسلسل العمليات، فالذاكرة دي هتحط فيها عمليات تتابعية. الوحدة المنطق ديت هي اللي بتعمل عملية تسلسل، لان العملية الاولانية تتنفذ ثم العملية التي تليها ثم العملية التي تليها وهكذا. يبقى مين اللي بيعمل لي التنفيذ بالتسلسل ده؟ الذاكرة بتدي امر لاجزاء المكنة تبدأ تنفذ العمليات دي بالسيكونس اللي احنا ايه؟ اللي احنا عايزينه. يبقى انا من خلال الذاكرة دي هحط تعليمات لتسلسل العمليات، هحط تعليمات لوقت كل عملية، هحط كمان ايه يا ولاد؟ هحط عدادات علشان تحسب لي كام مرة انا ممكن اعمل العملية دي. هحط حسابات ليه يا شباب؟ لان انا لما باجي اعمل عملية خراطة انا بحتاج ان انا احسب مقدار عمق القطع اللي هيتقطع في كل مشوار قطع. طب انا دلوقتي شغال ببرنامج، مين اللي هيحسب لي الحسابات دي؟ يبقى لازم جوه الذاكرة اللي هتدي امر للمكنة يكون في جهاز حسابي، وفي جهاز تعدادي، وفي جهاز توقيتي، وكمان في جهاز تتابعي. كل هذه العمليات يا شباب انا بخزنها في ذاكرة، والذاكرة دي بتبدأ تدي الاوردر للمكنة والمكنة تبدأ تشتغل. مهمتنا النهاردة ان احنا نعرف الذاكرة دي بشغلها ازاي، والذاكرة دي محتوياتها ايه، وهي دي الوحدة المنطقية. مع بعضينا بقى على الشاشة نشوف التعريف بشكل كامل مع بعضينا على شاشتنا الجميلة. الشاشة بتاعتنا بتقول لنا ان الوحدة المنطقية يا ولاد هي جهاز الكتروني رقمي، يعني هي جهاز حاسب آلي فيه ذاكرة، والذاكرة ديت قابلة للبرمجة، وانا بقدر ان انا اخزن فيها تعليمات وتنفيذ عمليات منطقية. منطقية يعني لوجيك، تتابعية يعني سيكونس، توقيتية يعني تايمينج، تعدادية يعني كاونتينج، حسابية يعني ماثيماتكس، للتحكم في الماكينات والعمليات. للتحكم في الماكينات والايه؟ والعمليات. ايه الجمال ده؟ يبقى احنا دلوقتي هنبدأ نخزن، نخزن في الوحدة المنطقية بتاعتنا تعليمات اقدر انفذها. التعليمات اللي هقدر انفذها دي قد تكون تعليمات لوجيك خاصة بالكهرباء، قد تكون تعليمات خاصة بالحسابات، قد تكون تعليمات خاصة بالتوقيتات بتاعة العمليات اللي هتتم، قد تكون حسابات خاصة بتعداد المرات لتكرار هذه العملية. تمام؟ يبقى أنا هنا أقدر إن أنا أخزن في البرنامج بتاعي كل هذه العمليات حتى يمكن تنفيذها وتشغيل الماكينات وخطوط الإنتاج وكل ما يمكن تشغيله عن طريق البرمجة أو التحكم المنطقي المبرمج. تمام يا شباب؟ نبدأ بقى. ده كان تعريفنا للوحدة الإيه؟ لتعريف الوحدة المنطقية. لما حد يجي يقول لي يعني إيه وحدة منطقية؟ يعني إيه بي ال سي؟ هقول له البي ال سي ده عبارة عن وحدة منطقية، والوحدة المنطقية دي عبارة عن جهاز إلكتروني رقمي، يعني جهاز حاسب بيشبه كده جهاز الحاسب، في وحدة تحكم. وحدة التحكم ديت أنا بدخل لها بعض التعليمات. التعليمات اللي أنا بدخلها لها ديت بنقدر إن إحنا ناخدها في خارج في شكل إيه؟ تنفيذ عمليات. تنفيذ العمليات دي قد تكون عملية حسابية، قد تكون عملية كهربية إدارة محركات أو أجزاء ماكينات، أو تكون عملية إحنا قلنا إن هي تبقى عملية تعدادية، إن هي تكرار عمليات التشغيل بتاعتي أكتر من مرة. قد تكون هذه العملية عملية توقيتية بتحسب لي زمن كل عملية هتتم في قد إيه.
تمام يا حبايبي، دي كده ببساطة تعريف الوحدة الايه المنطقية. نبدأ مع بعض بقى نشوف كده معلومة جديدة عن حلقتنا في حلقتنا النهاردة. ايه هي فوائد الوحدة المنطقية دي؟ حضرتك قلت لنا ان احنا هنخزن فيها معلومات، وهي المعلومات دي هتطلع لنا في شكل عمليات. طيب ما هو انا عندي برضك المكن التقليدي العادي، انا ممكن اشغله ويديني برضك عمليات تتنفذ. ايه بقى الفايدة من ان انا اشغل المكن ده بوحدة منطقية، وحدة تخليه يشتغل ببرنامج؟ ايه الفايدة من هذه الوحدة المنطقية في الماكينات؟ مع بعضينا على الشاشة بقى تعرض لنا فايدة الوحدة الايه المنطقية مع بعض يا شباب. قال لي اول حاجة احتواء جهاز الوحدة المنطقية للمبرمجة على عدد كبير من عناصر التحكم، مثل ايه؟ قال لي مثل المؤكدات والعدادات واجهزة المقارنة، كمان الاستغناء عن المرحلات، سهولة تعديل وتغيير التسلسل او عمل الماكينة فقط بتغيير الايه البرنامج دون الحاجة الى تغيير التوصيلات والاسلاك. ده بعض من الفوائد، هنكمل الفوائد بس اشرح لكم التلات نقاط دول يا شباب. قال لي ان الوحدة المنطقية يا شباب هي عبارة عن جهاز ولوحة تحكم فيها عدادات وفيها مؤقتات وفيها أجهزة مقارنة. قربنا الفكرة يا نيس شوية. كلنا حبايبي بنشوف أحيانا لما بندخل على أي مصنع لوحة تحكم كبيرة قوي بتبقى موجودة في أول عنبر التشغيل، الباشمهندس اللي واقف عليها يقدر يتحكم في كل المكن اللي موجود عنده في الورشة بدون الوصول للمكنة من خلال لوحة الايه التحكم. حلوة قوي. هي لوحة التحكم دي يا ولاد اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة. اللوحة دي بتبقى يعني فيها مجموعة من العدادات، مجموعة من أجهزة المقارنة، لأن لو في درجة حرارة أنا عايزاها عايزة توصل في المصنع بتاعي أو في المكنة لدرجة حرارة معينة ثم بعد ذلك يفصل السنسور بتاعي، يبقى أنا هنا لازم أحط جهاز مقارنة يقيس لي درجة الحرارة الحالية للمكنة وأقصى درجة حرارة المفروض توصل ليها الإيه المكنة بتاعتنا، يبقى لازم يكون فيها أجهزة مقارنة، كمان يبقى فيها عدادات، كمان يبقى فيها مؤقتات اللي هي بتحسب لي وقت كل ايه كل عملية. طب ما هو المكن المانيوال لا مش فيه الكلام دوت، فبالتالي المكن المانيوال انا اللي بحسب وانا اللي بحط حساباتي كلها وبعملها مانيوال وببدأ ان انا ادخلها للايه للمكنة، انما ده بيبقى فيها جهاز الكتروني رقمي هو اللي بيقوم بعملية الحسابات وهو اللي بيقوم بعملية التحكم وهو هو اللي بيقوم بعمليات التعدادية اللي موجودة اللي انا محتاجها، وكمان هو اللي بيقوم بعملية المقارنة بين الحالة القصوى والحالة الحالية اللي موجودة في المكنة ومدى اتزان المكنة في عملية الايه في عملية التشغيل. حلوة قوي. قال لي كمان الوحدة المنطقية ديت بتخليني لو انا حابب ان انا اغير في المنتج اللي عندي هغير في المنتج عن طريق ان انا اغير في البرنامج بس، ما احتاجش ان انا اشيل مثبتات ومرشدات، ما احتاجش ان انا اغير توصيلات في المكنة كتيرة قوي علشان اغير في المنتج، فده طبعا بيقرب معايا او بيقصر الوقت بتاعي الغير فعال بدون انتاج وبيخليني انتج كميات ايه كميات اكبر. كل ما الاوتوميشن والاوتوماتيكيه بتدخل في الصناعه يا اولاد ده بيبقى ليه مميزات، هي دي المميزات اللي احنا بنذكرها دلوقتي. يبقى اول حاجه احتواء الوحده المنطقيه على عدادات ومؤقتات واجهزه مقارنه. تاني حاجه يا اولاد قال لي الاستغناء عن المرحلات. يعني ايه الاستغناء عن المرحلات؟ كلنا شفنا العربية المانيوال وكلنا شفنا العربية الاوتوماتيك. العربية المانيوال كل ما باجي ادي سرعة لازم اشيل من السرعة الاولانية واحرك على السرعة الايه على السرعة التانية. لا الاوتوماتيك بقى لا، وانا دايس على البنزين هو انا بزود هي بتتنقل لوحديها. طب مين الاسرع ومين الادق ومين اللي بيديني خدمة بسرعة عالية جدا وبيسر معايا الوقت وبيسهل معايا الامور بتاعتي في وقت صغير جدا؟
بنلاقي ان انا لو شغال اوتوماتيك هيبقى اسرع بكتير جدا من المانيوال. حلو قوي. يبقى انا في الحاله ديت لما استغني عن المرحلات في المكن كله، لما كان عندنا جير بوكس او صندوق التروس، لما كنت بحتاج ان انا انقل المكنه من سرعه للتانيه لازم اروح على اليد بتاع الصندوق وابدا احول من سرعه للايه للتانيه. انما لما يكون عندي برنامج، البرنامج بيدي اوردر على طول بالسرعه الجديده، ببص الاقي المكنه شغاله على السرعه الجديده اوتوماتيك. فبالتالي الكلام ده يا اولاد بيديني دقه عاليه، بيقلل لي في الوقت الغير ضائع فيه بدون تشغيل فعلي، بيديني عدد سرعات اكثر بكثير من الماكينات التي تعمل بالمرحلات. يبقى الاستغناء عن المرحلات دي كانت ميزه من مميزات الوحدات المنطقيه. كمان حبايبي احنا قلنا ان انا اقدر ان انا اغير في اي منتج فقط عن طريق تغيير البرنامج وليس توصيلات الماكينه واجزاء التثبيت للمشغولات زي المثبتات والمرشدات، لا انا هغير في المنتج عن طريق ان انا بس اغير في البرنامج بتاعه. دي كده كانت بعض فوائد الوحده المنطقيه. مع بعضينا هنكمل فوائد الوحده المنطقيه لانها لها عديد من الايه من الفوائد بتاعتنا هنتعرض ليها مع بعضينا كده على الشاشه. احنا بيقول لنا دلوقتي من فوائد ايضا الوحده المنطقيه ان الغاء التكاليف العاليه بتغيير توصيلات الاسلاك في انظمه التحكم بالمرحلات. ما عنديش بقى تكلفه عاليه لان انا كده مش هغير الوصلات بتاعتي، يبقى الغاء التكلفه العاليه في تغيير التوصيلات للاسلاك في انظمه التحكم بالمرحلات. المداخل والمخارج معزوله عن المعالج مما يقلل الاعطال. المداخل والمخارج بتاعتي معزوله عن المعالج، ده بيقلل الايه الاعطال. امكانيه تجريب البرنامج قبل توصيل جهاز الوحده المنطقيه المبرمجه بالاله. يبقى ايه الكلام الجميل ده بردك يا اولاد؟ اول حاجه قال لي كان بيبقى فيه تكاليف عاليه قوي احنا بنصرفها علشان نغير التوصيلات علشان ابدا اعمل شغل ايه شغل جديد، وده كان بيحدث في انظمه التحكم بالمرحلات. لما بقى عندي دلوقتي انظمه تحكم بالبرمجه ما فيهاش نظام المرحلات، فبالتالي التكاليف اللي كنت بضيعها في التوصيلات وتغيير التوصيلات علشان اعمل شغل جديد ده ما بقاش موجود. فانا كده قللت التكلفه التي قد تكون منصرفة في العمل باستخدام أجهزة التحكم بالمرحلات. دي كده التكلفة دي أنا قللتها كتير. إيه كمان من المميزات الجميلة؟ قال لي المداخل والمخارج معزولة عن إيه؟ عن المعالج. أنا عندي البروسيسور، المداخل والمخارج معزولة عنه، فبالتالي ده لما كان بيبقى متوصل بيه المداخل والمخارج بتاعتي بتعمل أعطال كتيرة. فأنا عندي هنا في الوحدة المنطقية المداخل والمخارج معزولة عن المعالج، وبالتالي ده بيقلل لي الإيه الأعطال اللي ممكن تحدث في المنظومات التحكم المبرمج، منظومات التحكم الإيه المبرمج. قال لي كمان إيه يا ولاد؟ قال لي إمكانية تجريب البرنامج قبل تشغيل الإيه؟ قبل تشغيل الماكينة. يعني ايه شباب؟ يعني انا دلوقتي لما بعمل اي برنامج يا ولاد ما بروحش احط المنتج واشغل المكنة على طول، لا انا عندي امكانية ان انا البرنامج اللي حطيته للمكنة ده اجربه حاجة اسمها دراي اون بدون ما احط ايه شغلة خالص، واشوف التمثيل للانتاج هيتم صح ولا لا. وبيحصل على شاشة للمكنة كده ان هو بيديلي التمثيل الفعلي للمنتج اللي هيتنفذ وخطوات العمل اللي هتقوم بيها الماكينة او خطوات العمل اللي هيقوم بيه خط الانتاج. زي مثلا انا بعمل برنامج علشان خط الانتاج يحرك لي صناديق من المواد التغذية او يعمل لي عملية تعبئة او يعمل لي عملية تغليف ثم يعمل لي عملية يعني تنظيم للصناديق ديت علشان اقدر ان انا اعمل لها عملية يعني تخزين.
يبقى هو خط الانتاج هنا هيبدا يطلع لي المنتج، هيبدا يحركه لي، هيعمل لي عمليه التعبئه في المنتج ده، هيعمل لي عمليه التغليف بتاعه المنتج، وكمان هيعمل لي عمليه تجميع المنتجات في الصناديق، وهيبدا ان هو يجمع لي المنتجات ديت والصناديق في مكان ما. طب تسلسل العمليات اللي تم ده، مش كل عمليه يا اولاد هيبقى ليها وقت معين، مش كل عملية عايزة عدد مرات من الحركات اللي هتقوم بيها الأدوات والعدد، مش كل عملية محتاجة تسلسل منطقي معين عشان تتم بعديها العملية التانية. مين اللي هيفهم خط الإنتاج كل هذه المعلومات؟ الوحدة المنطقية. وكمان قبل ما بشتغل بتروح مدياني تمثيل لحركة خط الإنتاج قبل ما أبدأ أعمله عملية الإيه؟ التشغيل. فوائد الوحدة المنطقية جميلة جدا، إن هي بتديني سيموليشن للعمليات التي يجب أن تنفذ قبل تنفيذها، عشان لو في أي خطأ أو أي حاجة أبدأ أعدلها قبل ما أدخل في عملية التنفيذ الفعلي للعمليات. تمام يا حبايبي، دي ميزة جميلة جدا من مميزات الوحدة المنطقية. أيضا معانا بعض الفوائد الأخرى هنعرضها مع بعض على الشاشة، مع بعضينا كده على الشاشة. الشاشة بتاعتنا بتقول لي ايه من فوائد الوحدة المنطقية؟ ايضا اول حاجة توفر نظام الوحدات المنطقية المبرمجة أداة قوية للمساعدة على تعديل او تحليل الاخطاء، على تحليل الايه؟ الاخطاء. يعني الوحدة المنطقية بتوفر أداة قوية جدا اقدر من خلالها احلل الايه؟ الاخطاء. تخفيض زمن التوقيتات بسبب الاعطال الايه؟ الميكانيكيه. تحسين كفاءه النظام وسهوله التركيب. ايه الحاجات الجميله دي يا ولاد؟ اول حاجه لما بيقول لي ان هو بيوفر جهاز يحلل لي الاخطاء، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، بدليل ان انا لو اديت سرعه لعده تشتغل في معدن بسرعه عاليه او مش بتاعتها، على طول المكنه بتروح مدياني الارم، يعني انذار. مين اللي خلاها تعمل انذار؟ ما احنا عندنا اجهزه مقارنه. ايه اجهزه المقارنه دي؟ عملت ايه؟ جابت البرنامج الخاص بالتنفيذ وجواه جداول معينه بتقول لي السرعه دي تناسب الالمونيا، السرعه دي تناسب النحاس، السرعه دي تناسب اللي هو الصلب. انا اديت سرعه مختلفه عن المعدن اللي انا شغال فيه، ده كان ممكن يسبب لي مشكلة كبيرة جدا في تشغيل المنظومة بتاعتي. بلاقي ان الوحدة المنطقية بتيجي تديني الارم، الارم يعني انذار. ليه؟ لانها هي فيها جهاز مقارنة بيقارن السرعة اللي انا اديتها بالجداول اللي موجودة اصلا في البرنامج، ولو في اي اختلاف بيقولي ان الجزئية دي مختلفة ولازم تتعدل. الكلام ده امتى؟ في السيموليشن قبل اجراء عمليات الايه؟ التنفيذ الفعليه. فدي حاجه بتبقى كويسه جدا جدا، وبتحميلي المؤسسه الانتاجيه من ان هي تطلع هادر في انتاجها كبير. ليه؟ لان انا بنفذ المنتج بعد ما بتاكد وبطمن ان فعلا مديني سيموليشن بنسبه 100% من المعايير المراد تنفيذها فعلا في المنتج، فبالتالي بطلع انتاج بجودة تشطيب وجودة انتاج 100%. ده اللي بيخص الوحدات المنطقية او اي ماكينات او اي خطوط انتاج بتعمل عن طريق ايه؟ الوحدة المنطقية المبرمجة. كمان بيقول لي ان هي سهلة التركيب وسهلة التشغيل لانها عبارة عن كومبوننت يا ولاد، ما بقاش عندنا بقى التروس والسيور والجنازير واليات نقل الحركة والشغل اللي كان محتاج الشحم والزيت والحاجات الكبيرة قوي ديت، بقى عندنا كومبوننت صغيرة بتتوصل بهاردوير، وبحط لها البرامج بتاعتي اللي هي السوفت وير، وببدأ أشغل منظومات التحكم أو خطوط الإنتاج بيها، فبالتالي بيبقى تركيبها سهل جدا، وبتبقى التعامل معاها في التشغيل بيكون إيه؟ بيكون بسيط جدا. تمام؟ دي كده يا ولاد كانت مميزات أو فوائد الوحدة المنطقية اللي من خلالها أقدر إن أنا أتحكم في المنظومات والماكينات وأخليها تعمل باستخدام المنطق أو اللغة المنطقية، اللوجيك كنترول، التحكم المنطقي المبرمج. ده كان يعني مقدمة كده
أرضية عن فوائد الوحدة المنطقية ويعني إيه هي الوحدة المنطقية. وزي ما احنا معرفنا ما ننساش ان الوحدة المنطقية اقدر ان انا اعدل في اي منتج عندي عن طريق فقط ان انا اغير في البرنامج دون التغيير في توصيلات الماكينات او المثبتات والمرشدات، وده كان بيديني ودوت مستو ان انا اقدر ان انا اعمل منتجات معقدة ومنتجات كبيرة جدا بان انا بابسط الطرق. كمان ان الوحدة المنطقية كانت بتحتوي على اجهزة مقارنة وعدادات ومؤقتات، وده ما كانش موجود في المكن المانوال. كمان اقدر في الوحدة المنطقية استغني عن المرحلات، كمان اقدر من خلال الوحدة المنطقية بتاعتنا ان انا اقدر ان انا اعمل عملية تشغيل او استبدال الكومبوننت اللي موجودة عندي بطريقة ايه سهلة. كمان نظام الوحدات المنطقية بتاعتنا كان بيوفر لنا اداة مساعدة لتحليل الايه البيانات او تحليل الاخطاء اللي موجودة في البرنامج، ودي كانت حاجة مهمة جدا ان انا لو عندي اي خطأ في البرنامج اقدر ان انا احلله قبل ما ابدا في التنفيذ الفعلي، وده بيخلينا في النهايه ان احنا ما نهدرش من المنتجات بتاعتنا بكميه ايه كميه كبيره. ده حبايبي كان فوائد الوحده المنطقيه وتعريف الوحده المنطقيه. مع بعضينا بقى نبدا نشوف ايه اللوجيك كنترول ده هيدخلنا وهيعلمنا ايه وايه هي اجزائه. يعني حضرتك قلت لنا دلوقتي يا ميس وحده منطقيه وتعريفها وفوائدها، هي شكلها ايه بقى وبتتكون من ايه؟ هي يا اولاد بالظبط زي جهاز الحاسب الآلي، بتتكون من جزء سوفت وير وجزء هارد وير، وده اللي الشاشه بتاعتنا بقى هتبدا تعرضه لنا ونشوف السوفت وير بتاعها عباره عن ايه والهارد وير بتاعها بيتكون من ايه. مع بعضينا على الشاشه. هنا بيقول لي تطبيقات الوحده المنطقيه، هو انا بستخدم الوحده المنطقيه دي في ايه يا اولاد؟ قال لي في تسلسل العمليات، في المراقبة للأجهزة. مش احنا قلنا عندنا لوحات مراقبة في المصانع كلها؟ لوحات المراقبة دي شغالة بالإيه؟ شغالة باللوجيك كنترول. يبقى في أجهزة المراقبة بستخدم لها اللوجيك كنترول. تسلسل العمليات في الماكينات المبرمجة بستخدم لها اللوجيك كنترول. التحكم البيني في الماكينات بستخدم لها اللوجيك كنترول. يبقى دي تطبيقات الوحدات المنطقية، ممكن استخدمها التحكم في تتابع عمليات التشغيل، مراقبة الأجهزة، التحكم البيني في الماكينات ذات التحكم الايه الرقمي. طيب نبدأ بقى، ايه هي المكونات الأساسية للوحدة المنطقية بتاعتنا؟ قال لي يا ولاد الوحدة المنطقية تتكون من عنصرين أساسيين، الأجهزة المادية والبرمجيات. الأجهزة المادية اللي هي الهاردوير والبرمجيات اللي هي السوفت ايه اللي هي السوفت وير. قربلنا شوية كده يا بس ونعرف يعني ايه هاردوير ويعني ايه سوفت وير. كل ما هو مادي يا ولاد يمكن فكه ويمكن تركيبه واروح اشتريه واحطه في جهاز الكمبيوتر ده يعتبر ماديات، ده كده اجزاء ايه ماديه. كل ما هو برامج انا بدعم بيها الحاسب الالي بتاعي دي اسمها الايه السوفت وير بتاعي اللي هو البرمجيات. تمام، يبقى انا عندي شقين في اي وحده منطقيه تشغل المكن بتاعي وتخليه مكن مبرمج. في عندي جزئين اساسيين بتتكون منهم اللوجيك كنترول. تمام، ايه هي بقى الجزئين الاساسيين؟ الهاردوير والسوفت وير. الهاردوير هي الاجهزه الماديه، السوفت وير هي عباره عن البرمجيات اللي بتساعدني على تشغيل الوحده المنطقيه. طيب كلام جميل، نروح بقى نشوف ايه هي الاجهزه الماديه دي تتكون من ايه علشان نقدر نعرف الماديات بتاعتنا في الوحده دي عباره عن ايه. اول حاجه بيقول لنا يا اولاد ان الهاردوير هو بدا بالسوفت وير هنا اللي هي البرمجيات. البرمجيات قال لي البرمجيات دي هي البرامج اللي بتساعدني على هي عباره عن البرامج التي فيها تحديد العمليات المنطقيه وبالتالي عمليات التشغيل المشتركه للعناصر والمعدات والماكينات. يعني هنا البرامج اللي بتساعدني في تشغيل الماكينات وبتديني عمليات متشابهة في تشغيل الماكينات، اي حاجة بتساعدني في تشغيل المكنة وتشغيل او تسلسل عمليات التشغيل نفسها
والتحكم في الأجزاء بتاعة المكنة. كل هذه العمليات جاية من برنامج التشغيل اللي أنا حاطه فين؟ اللي أنا حاطه في الوحدة المنطقية اللي أنا مبرمج عليه، الوحدة المنطقية للمنظومة ديت. طيب يبقى أنا عندي برنامج، البرنامج ده هو اللي احنا بنسميه السوفت وير، البرنامج ده هو اللي احنا بنسميه الايه؟ السوفت وير. مع بعضينا بقى نكمل تعريف السوفت وير بتاعنا في ماكينات التحكم الرقم ماكينات او في التحكم المنطقي المبرمج، في التحكم المنطقي المبرمج. مع بعضينا كده على الشاشة، هنا بيقول لي ايه؟ ويتم تغيير تتابع التحكم بتغيير البرنامج دون الحاجة الى تغيير الاجهزه الايه الماديه. يعني انا دلوقتي السوفت وير يا اولاد هو عباره عن البرامج التي فيها تحديد العمليات المنطقيه. يعني انا عايز احدد انا هعمل عمليات ايه في المنظومه بتاعتي، بحطها في البرنامج. يبقى البرنامج اللي بيحتوي على العمليات المنطقيه اللي انا هنفذها ده كده السوفت وير. قال لي ويتم تغيير تتابع التحكم بتغيير البرنامج فقط دون الرجوع الى تغيير الهارد ايه، اي حاجه من الهارد وير. انا دلوقتي يا اولاد عندي منظومه عايزاها مثلا برنامج يشغل لي خط انتاج كبير. طيب خط الانتاج بتاعي دوت لو انا حبيت ان انا اغير في السيكونس او تتابع العمليات فيه، هغير في الهارد وير ولا هغير في السوفت وير؟ لا، خط الانتاج زي ما هو، الجزء الهارد وير بتاعه زي ما هو، واقدر اغير في الجزء بتاع ايه؟ بتاع السوفت وير. وبكده ابقى انا عملت تغيير دون التغيير في الاجهزه الايه؟ الماديه. يبقى السوفت وير بيخليني ان انا اقدر ان انا اغير في السيكونس وتسلسل العمليات وتوقيتات العمليات وتعدادات العمليات والحسابات اللي هتتم على العمليات، كل هذا بيتم داخل الايه؟ داخل البرنامج يا اولاد، دون الحاجه الى التغيير في الاجهزه الماديه اللي هي الهارد ايه؟ الهارد وير. كده احنا فهمنا يا ميس برنامج يعني سوفت وير، تسلسل عمليات يخص السوفت وير، توقيتات العمليات تخص السوفت وير، كمان الحسابات تخص السوفت وير، اللوجيك او لغة المنطق ده كلها برمجة. اذا كل هذه العمليات تعتبر هي اللي بتبقى مدعمة او اللي بيبدأ يحتوي عليها برنامج التشغيل بتاعي. وكل هذه العمليات بنسميها برمجيات او سوفت وير. عايزين بقى نعرف يعني ايه الهاردوير؟ مع بعضينا كده على الشاشة نبدأ نتعرف على الهاردوير بتاعنا عبارة عن ايه. الأجهزة المادية يا ولاد او الهاردوير، قال لي هي بتتكون من 5 أجزاء أساسية. بتتكون من كام جزء؟ 5 أجزاء أساسية. أول حاجة فيها جهاز البرمجة، تاني حاجة جهاز البرمجة لما بيدخل له البرنامج بيبدأ يخزنه في الذاكرة، يبقى تاني حاجة الذاكرة. الذاكرة دلوقتي بقت عبارة عن دخل عايزة تروح توديها لبروسيسور علشان يعمل لها عملية ايه؟ معالجة. يبقى العمليات دي او الذاكرة دي البيانات اللي داخلة لها بتبدأ تروح لمين؟ للمعالج. المعالج ده اللي هو بيقوم بمعالجة البيانات من برنامج أنا مدخلاه في صورة أكواد إلى عمليات تنفيذية في المكنة. يبقى المعالج ده احنا بنسميه المترجم، اللي بيترجم اللغة اللي أنا بدخلها للكمبيوتر إلى لغة المكنة الحقيقية. فالمعالج ده هو اللي احنا بنسميه في الأجهزة بتاعتنا البروسيسور. وعندنا طبعا أجهزة دخل وخارج، زي اجهزه الدخل مثلا زي الكيبورد، زي لو انا عايز ادخل بسكانر، لو عايز ادخل عن طريق تاتش سكرين،
كل الكلام دوت بيعتبر وسائل دخل بالنسبة لي، وسائل الخرج بتاعتي متعددة. هل أنا عايزة أشغل إيه من المنظومة اللي أنا بشغلها ديت؟ عايزة أشغل خط إنتاج، عايزة أشغل مكنة تحكم رقمي، عايزة أراقب أجهزة، يعني هشغل لوحات مراقبة، عايز أتابع تتابع تسلسل تشغيل ماكينات تحكم رقمي، يبقى هوصل الوحدة ديت بماكينات التحكم الرقمي. يبقى الخرج عندي حسب ما أنا محتاج أشغل إيه من المنظومة اللي أنا دخلت لها البيانات بتاعتي. يبقى أنا عندي في المنظومة ديت حاجة اسمها مدخلات وحاجة اسمها عمليات ثم مخرجات. البيانات بتاعتي بتدخل، يبقى دي المدخلات، بتدخل عن طريق ايه؟ عن طريق كيبورد، عن طريق سكانر انا بصور وببدأ ادخل للمكنة، عن طريق شاشة سكرين بكتب عليها وببدأ ان انا ادخل للمكنة، عن طريق ان انا احط فلاشة او سي دي. كل الكلام دوت بالنسبة لي بيبقى ايه؟ انبوت بتاعي بتاع الداتا. طيب لما ببدأ ادخل الداتا دي بتدخل على برنامج، البرنامج اللي هو بيشغل الوحدة الايه المنطقية، ويحصل لها عملية ايه؟ عملية معالجة. عملية ايه؟ معالجة. يعني ايه معالجة؟ يعني البيانات دي تتحول للغة المكنة بقى اللي هتشغلها، وتبدأ تصدر هذه اللغة للمكنة بحيث ان المكنة ما تفهمش اكواد، هي تفهم حركة جاية من موتور، تفهم حركة جاية من عمود يحركها. يبقى انا علشان احول لغة البرنامج لمجموعة اشارات، تبدأ الاشارات دي تشغل لي المواتير وتبدأ تشغل لي اجزاء الماكينات دي، لازم تدخل على حاجة اسمها المعالج. يبقى انا عندي اول حاجة جهاز البرمجة اللي بحط فيه البرنامج. جهاز البرمجة ده بيبدأ يدخل البرنامج بعد ما بكتبه للذاكرة، الذاكرة بتحتفظ بهذا البرنامج، الذاكرة بتبدأ تاخد البرنامج ده وتوديه للمعالج. المعالج ده زي المترجم يا ولاد بالظبط. لو انا بتكلم انجليش وحد تاني بيتكلم فرنش، في الحالة دي احنا محتاجين حد في النص يعالج اللغة بتاعتي او يترجم اللغة بتاعتي للغة بتاعته عشان يفهمنا ايه؟ يفهمنا لغة بعض. بالظبط كده، لغة الوحدة المنطقية لغة برامج، ولغة الماكينات لغة حركات، و يعني عدد دوران لأعمدة ومواتير. مين اللي يفهم المكنة اللغة بتاعت البرنامج؟ لازم يكون في النص حاجة اسمها المعالج، والمعالج ده هو اللي بياخد اللغة اللي جاياله من البرنامج ويحولها اللغة أو إشارات حركية أو إشارات كهربائية تبدأ إن هي تحرك لي المنظومة أو تحرك لي خط الإنتاج، وتبدأ تحول لي البرنامج لحركات يمكن تنفيذها لاستخراج أو حصول الهدف، على الحصول من الهدف المرجو من هذه الماكينة، وهي إنتاج منتج إيه معين، أو تشغيل خط إنتاج، أو إدارة محرك، أو تشغيل مضخة، أو ان انا اعمل زي سيستم ضوئي كده يفتح وينور ويدفي. كل هذه المخرجات اللي انا باخدها عن طريق تحويل لغة البرنامج الى لغة المخرج اللي انا عايزه. لذلك احنا بنمر بثلاث مراحل، مرحلة المدخلات ومرحلة العمليات ثم مرحلة المخرجات، وهي دي العناصر الاساسية لأي وحدة منطقية. تمام يا شباب؟ يبقى انا عندي دلوقتي الهاردوير بيتكون من ايه؟ من 5 اجزاء. اول حاجة جهاز البرمجة، تاني حاجة الذاكرة، تالت حاجة المعالج، كمان اجهزة الدخل والخرج رقم 4، مصدر التيار الكهربي رقم كام؟ رقم 5. يبقى انا دلوقتي لو حد جه قال لي بيتكون من ايه الهاردوير لاي وحدة منطقية يا مس، نقول له 5 اجزاء. ايه هما ال5 اجزاء يا مس؟ اول حاجة جهاز البرمجة يا اولاد، تاني حاجة الذاكرة اللي هياخد من جهاز البرمجة ويبدأ ايه يخزن في الذاكرة البرنامج، بعد كده المعالج اللي هيعالج الإشارة بتاعة الدخل إلى إشارة الخرج. يبقى أنا أكيد عندي رقم 4 إشارات الدخل وإشارات الإيه وإشارات الخرج، أو بنسميها المدخلات والمخرجات. كمان عندي رقم 5 يا ولاد، مصدر التيار الكهربي اللي هيبدأ يشغل المنظومة، وهو ده اللي بيتعرض دلوقتي قدامنا على الشاشة، اللي هو بقى يا ولاد دلوقتي الأجهزة المادية هي عبارة عن إيه حبايبي؟ عبارة عن وحدة المعالجة والذاكرة، بس ناخدها كده بالإيه؟ بالترتيب. أول حاجة جهاز البرمجة رقم 1 عندنا،
جهاز البرمجة، وبعد كده جهاز البرمجة بيبدأ يدي لي ذاكرة، الذاكرة دي بتخزن لي المعلومات اللي جاية لي، وبعد كده بتديها للمعالج وبتاخد من المعالج وتبدأ تصحح، يعني هي رايحة جاية على المعالج بيديها المعالج المعلومة بحيث ان هو يصحح هذه المعلومة، وهي بتدي للمعالج المعلومة بحيث ان هو يقوم بمعالجة البيانات للمدخلات بحيث ان هو يخرجها بالمعلومة معالجة حسب الهدف من المعلومة ديت، انا عايز اشغل بيها ايه او العمليات المطلوبة منها ايه. وبعد كده طبعا لازم يكون عندي مصدر طاقة عشان مصدر الطاقة دي شغال لي كل الايه كل المنظومة. فاحنا لو جينا قلنا ان هذه المنظومة بتتكون من الجهاز البرمجة، الذاكرة، المعالج، مدخلات ومخرجات، ومصدر الايه الطاقة. وده كده يا اولاد احنا عرفنا ايه هو الفرق ما بين السوفت وير والهارد وير. عرفنا ان السوفت وير هي عبارة عن البرمجيات، الهارد وير وعرفنا ان هو بيتكون من 5 حاجات. ايه هي؟ اول حاجة جهاز البرمجة، الذاكرة، المعالج، اجهزة الدخل والخرج، ومصادر الطاقة. فهنا بيقول لي اهو ده كده عبارة عن ايه؟ اجهزة مادية. اهي عبارة عن ايه الاجهزة المادية دي كلها؟ انا عندي الجزء اللي هو بتاع المكنة نفسه، ممكن يدور لي موتور، ممكن يدور لي خط انتاج، ممكن يدور لي مضخة، ممكن يحرك لي محول، ممكن ينور لي لمبة، كل هذه الاشياء ماديات. فانا عندي كل ده انا بسميه ايه؟ هاردوير. بسميه ايه؟ هاردوير. يقوم المستخدم بادخال قائمة التعليمات او البرامج في ذاكرة الوحدة المنطقية، وبعد ذلك تقوم الوحدة المنطقية بالمراقبة المستمرة لحالة المداخل والمخارج وتعديل اي حالة في المخارج حسب تعليمات الايه البرنامج، وتعديل اي حالة في المخارج حسب تعليمات الايه اولاد البرنامج. طيب قال لي كمان ايه العلاقة بين المدخلات والبرمجة والمخرجات؟ انا عندي علاقة لعناصر التحكم. عناصر التحكم عندي هنا في اي وحدة تحكم منطقي 3 عناصر، مدخلات وبروسيسور او برمجة ومخرجات. اهو المدخلات عندي بتبقى عبارة عن انا عندي هنا المدخل بتاعي، اي حاجة هبدأ اشغل بيها او هشغلها ببدأ ادخل الانبوت بتاعتها او بياناتها. بياناتها بتروح لمين؟ بتروح لجهاز اسمه جهاز الايه؟ جهاز البرمجة. جهاز الايه؟ البرمجة او المعالج. المعالج بيبدأ يعالج لي هذه الاشارات ويبدأ يخرجها لي في شكل ايه؟ مخرجات. لاما اشغل سلندر او اشغل مضخة او اشغل محرك او اشغل لمبة. كل هذه العناصر تعتبر بالنسبة لي ايه؟ مدخلات. يبقى مخرجات. يبقى انا عندي هنا في علاقة بين عناصر التحكم. ايه هي عناصر التحكم؟ هما 3 عناصر اساسية، مدخلات، المدخل بتاعي اللي هو عبارة عن مين؟ عبارة عن اي حاجة انا عايز اشغلها، يعني البرنامج بتاعي لتشغيل هذه الايه العناصر. هذا البرنامج بيبدأ يدخل على المعالج، المعالج دوت اللي هو بيعالج الاشارة بتاعت الدخل ويبدأ يخرجها لي في شكل اشارة تشغيل. إشارة التشغيل ديت بنسميها مخرج. المخرج بتاعي ده قد يكون مخرج يشغل لي سلندر أو منظومة تحكم، أو مخرج ينور لي سيستم إضاءة، أو مخرج يشغل لي مجموعة من المواتير علشان تشغل لي مجموعة من الماكينات، أو مخرج يخليني أتحكم في لوحة الإيه التحكم بتاعتي. يبقى أنا عندي دلوقتي يا أولاد عشان نبقى عارفين، عندي عناصر اسمها عناصر التحكم. عناصر التحكم، عناصر التحكم زي ما هي قدامنا كده 3 عناصر، مدخلات وبرمجة ومخرجات. المدخلات بالنسبة لي هي عبارة عن البرنامج اللي انا محتاجه يشغل لي خط انتاج، يشغل لي مكنة، يشغل لي اي جزء من الاجزاء بتاعتنا بيقوم عليها مجموعة من العمليات اللي هي البروسيسور، ثم بتتحول لعمليات اللي هي المخرجات اللي هي الخارج او الهدف من المنظومة بتاعتي. تمام يا شباب؟ احنا النهاردة اخدنا مجموعة من المعلومات الاساسية حول التحكم المنطقي المبرمج، وبكده حبايبي احنا وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا النهاردة. اشكركم واترككم في رعاية الله وامني، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا يا شباب.